Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This lecture covers myelin diseases of the peripheral nervous system. أول شيء بدنا نعرف إيش هو المايلين. What's myelin? What's the structure and what's the function of myelin? إحنا المحاضرة الماضية حكينا عن النيورونز وقلنا إن النيورون فيه له cell body وفيه له axon that carries information. والأكسون كيف carries information عن طريق impulses, neural impulses. هل neural impulses بتشبه الالكتريسيتي فعليا؟ علشان نضمن المشي السريع لهاي الimpulses we need to insulate them from the surrounding. هذا الحكي بصير عن طريق the myelin sheath. يعني احنا سلك الكهرباء العادي السلك النحاسي اللي جوا هو اللي بينقل الالكتريسيتي. البلاستيك اللي برا هدفها تعمل انسوليشن تمنع اللوس اوف الكتريسيتي تو ذا انفايرمنت. هذا هو وظيفتها. نفس الشيء المايلين شيث بالنسبه للاكسون. المايلين شيث هو عباره عن لايرز اوف ليبيد اند بروتين كومبلكسز ذات راب ذا اكسون. لافه حالها حوالين الاكسون. الهدف منها إنها تعمل insulation تمنع خسارة ال neural impulses to the environment. So we don't lose anything to the environment and we will have a quick rapid transmission of the neural impulses. This is the function of the myelin sheath. طب ايش الستركتشر تبعه؟ احنا قلنا انه هو عباره عن ليبيدز اند بروتينز. من وين جايين هاي الليبيدز والبروتينز؟ فعليا جاي من سيل ممبرين اوف سيرتن سيلز. السيل ممبرين تبعهم عامل رابنج لافف حاله عده لفات. هذه كلها اللفايف اللي انتم شايفينها هون عباره عن سيل ممبرين رابنج اتسلف اراوند ذا اكسون. في النص في عندي اكسون، هون في عندي السيل. لاحظوا هاي السيل، هاي النيوكليس تبعتها، وهاي السل الممبرين تبعها، السل ممبرين تبعها لافف حاله حوالين الاكسون. وطبعا السل ممبرين is rich in lipids and proteins، عبارة عن by layer of phospholipids وجواتهم proteins. فبالتالي this gives the insulation اللي موجود بالمايلين sheath. طب ايش هي السل اللي عملت هذا المايلين sheath؟ بالcentral nervous system the cell that forms the myelin sheath is the oligodendrocyte. is an oligodendrocytes في central nervous system بيلفوا البلازما membrane تبعهم، السيل membrane تبعهم حوالين الاكسون. هذا الاكسون وهدول الممبرين which is wrapped around the axon. مصدرهم من وين؟ من الأوليغودندروسايتس in the central nervous system. بالperipheral nervous system السل اللي بتعمل المايلين سل مختلفة هي الشوان سل. هذه electromicroscopic picture. هون في عنا الأكسون وهاي اللايرز هي عبارة عن layers of cell membrane جاية من الشوان سل. So myelin in the peripheral nervous system بيطلع من الشوان سل. إذا أسهل لكم من الإي إم الكرتونيك بيكتشر، هاي هون في عندي الأكسون وهاي كلها عبارة عن سل ممبرين وهاي السل and this is its. So the most important thing to realize إنه myelin structure in the central nervous system is different from myelin structure in the peripheral nervous system. لأنه كل واحدة originates من مكان مختلف. السيل ممبرين تبع الأوليغودندروسايت يختلف شوي عن السيل ممبرين تبع الشوان سيل. بالتالي أهمية هالحكي إنه diseases of myelin in the central nervous system مختلفة عن diseases of myelin in the peripheral nervous system. إلها أسباب مختلفة، pathogenesis مختلف، signs and symptoms مختلفة. وعادة المريض اللي عنده disease of myelin بالcentral nervous system ما بنشوف عنده manifestations of peripheral neuropathies، ما بنلاقي عنده مشاكل بالperipheral nervous system related to myelin، والعكس صحيح.
احنا اتفقنا طبعا انه المايلين is very important for transmission of neural impulses. يقدر سرعة الimpulses ب 400 kilometers per hour if the axons are myelinated. تخيلوا قديش هاي رح تنزل ل 4 kilometers only per hour إذا صار في destruction in the myelin sheath. So the myelin sheath, the integrity of the myelin sheath is very important. إذا لو فكرنا شوي لو صار disease of myelin شو رح يصير عند المريض؟ رح يصير في عنده transmission بطيء. بالتالي النيرف impulses مش شغالة مظبوط. معناها الفانكشن اوف ذا نيرف رح يصير فيه impairment. النيرفز ممكن يكون الفانكشن تبعها موتور، ممكن يكون سنسوري. So we will have impairment of the function of the nerve which is demyelinated or which has a disease of myelin in it. فبالتالي رح يصير في عندي signs and symptoms related to the motor function of this nerve or to the sensory function of this nerve أو to the autonomic function of this nerve. Okay. عرفنا إيش المايلين، خلينا نحكي شوي إيش هي المايلين diseases of the peripheral nervous system. المايلين problem بالperipheral nervous system mainly causes segmental demyelination. يعني segment من هالنيرف بصير فيها مشكلة بالمايلين، بصير فيها مايلين destruction. Segmental demyelination. هذه غالبا بيكون اسبابها اما هيريديتوري او اوتو اميون، يعني بصير ديستركشن للمايلين بسبب انهيريتد كوزز او بسبب اوتو اميون ديستركشن. من اهم الديزيزز اوف ذا مايلين بالبيريفيرال نيرفس سيستم هو الجيليان باري سيندروم، رح نحكي عنه بالتفصيل. وديزيز شبيه بالجيليان باري شوي هو الكرونيك انفلاماتوري ديمايلينيتينج بولي نيوروباثي. بيختلف هذا عن الجيليان باري بانه الجيليان باري اكيوت، this one من اسمه is chronic. واهم طبعا والموست كومون تايب اوف مايلين ديزيز او the most common نيوروباثي بالبيريفيرال نيرفس سيستم هي ديابيتيك نيوروباثي. فهذول رح نحكي عنهم بالديزيزز اوف myelin in the peripheral nervous system. Segmental demyelination هو مش specific disease، هو pattern of diseases. بيؤدي لأنه زي ما حكينا في segment بهالنيرف بتصير demyelinated، بصير فيها destruction of myelin. وأهم causes إما inherited أو إنه في autoimmune destruction. السيجمنتال ديمايلينيشن ممكن يكون برايمري، ممكن يكون سيكندري. برايمري إذا المشكلة أصلاً بالشوان سيلز، بالمايلين ستركتشر نفسه، صار في actual destruction to the plasma membrane أو to the cell membrane of the شوان سيلز. فبالتالي هون في عندي primary problem of myelin، primary disease of the شوان سيلز، primary destruction للسيل membrane of شوان سيلز. Secondary شو معنى secondary demyelination؟ هون بيكون في عنا المشكلة الأصلية بالأكسون مش بالشوان سيلز. يعني certain diseases زي الديابيتس مثلا ممكن يكون المين إفكت على الأكسون، ولكن إذا صار destruction للأكسون بصير secondary destruction للمايلين، فهذه بتعمل secondary demyelination of the nerves. قبل ما نروح على clinical picture of segmental demyelination بدي أقول لكم شغلة مهمة عنهم، إنه إحنا لما نحكي demyelination بالperipheral nervous system قاعدين نحكي عن destruction of Schwann cells. والشوان cells اتفقنا إحنا من المحاضرة الأولى إنهم they can regenerate. بالتالي أنا إذا في عندي chronic condition في destruction للمايلين، الشوان cells لأنهم they can regenerate بيصير لهم proliferation وبيعوضوا النقص اللي صار. بس إذا ضل في عندي هذا المسألة ضلت chronic وصار في عندي cycles of degeneration بعدين regeneration degeneration then regeneration، هاي cycles بتعمل hypertrophy بالشوان cells وبتعمل إشي اسمه hypertrophic neuropathy. بنشوفها بهذا المنظر اللي بنسميه onion bulb appearance، زي بتصير زي البصل بتكبر
المايلين sheath around the nerve. هذا اسمه hypertrophic neuropathy. إذن شو معنى كلمة hypertrophic neuropathy؟ هي عبارة عن secondary condition occurring due to cycles of demyelination followed by remyelination. And because Schwann cells can regenerate, بصير لهم hypertrophy, and this is the cause of hypertrophic neuropathy. What are the clinical features of neuropathies? لما يصير في عندي problem in a nerve بسبب segmental demyelination, إيش رح يصير عند هذول المرضى؟ رح يصير في عندهم symptoms related to the nerve function. ممكن تكون symptoms motor, ممكن تكون sensory, ممكن تكون autonomic. فال sensory sensation بتتغير. من ناحية sensory sensations بصير في عندهم abnormal sensation. ممكن يصير loss of sensation. ممكن loss of sensation بسبب إنه nerve is not functioning well. أو ممكن يصير في عندهم abnormal sensation. يعني بحسوا شغلات مش موجودة صحيح. يعني لما يمشي مثلا بحس pins and needles. بحس إشي زي كأنه ماشي على إبر أو على دبابيس. Pins and needles. This is an abnormal sensation بسبب إنه the nerve, the sensory part of the nerve is not functioning well. ممكن يصير في عندهم يحسوا بفريزنج. بحس إنه رجلي باردة مع إنه الجو كويس وهو مش بردان, بس إنه في عنده abnormal sensation in the feet أو in the hands مثلاً, freezing. أو العكس مرات burning sensation. ممكن يحسوا numbness. Certain pain, sharp pain, they become hypersensitive. So they will have a wide range of sensory symptoms. ممكن تكون loss of function, ممكن تكون abnormal sensations, ممكن يصير hyperfunctioning, بصير حساس أكثر للsensation. فإذن it's a wide range حسب وين النيرف وحسب وين الدمج. طبعا ممكن تكون المشكلة زي ما قلنا موتور, بصير عندهم موتور ويكنس. وطبعا المشكلة ممكن تكون autonomic. بنقصد autonomic they might lose control on bowel function, bladder function. وممكن طبعا تكون إشي أخطر من ذلك, يعني إن يكون في effect على blood pressure, effect على heart, effect على GI tract. فممكن يصير عندهم diarrhea, constipation. Neuropathy it affects any nerve in the peripheral nervous system, وحسب which nerve is affected, the symptoms will occur. بما أن عرفنا إحنا إيش ال clinical features of neuropathies, خلينا نتذكر شوي ال causes تاعهم. إحنا قلنا إنه أهم two diseases related to neuropathies رح نحكي عنهم بعد شوي هم من Guillain-Barré syndrome والdiabetic neuropathy. بس بدنا نتذكر إنه neuropathies لها many many causes. Anything that can damage the myelin سواء primarily أو in a secondary manner رح يعملوا neuropathy. من ال causes المهمة ال drugs. Certain drugs بتعمل neuropathies. Alcohol بيعمل neuropathy. Cancer can cause neuropathy. أحياناً as a paraneoplastic syndrome, إذا بتتذكروا من محاضرات النيوبليزيا إيش paraneoplastic syndrome, إنه certain symptoms in a patient with cancer that cannot be explained. We cannot explain it by the primary site of the tumor, ولا بالsecondary site, ولا بالendogenous hormonal effect. Certain toxins كمان ممكن تعمل neuropathies. So anything, يعني metabolic diseases, في many many causes of neuropathies. دائما نخليها ببالنا لما تشوفوا مريض who has neurological symptoms. But again, طبعا the common things are common. Diabetes دائما number one. Diabetes أنا حطه بي رح يكون فينا فيديو خاص للديابيتس. وهلا رح نحكي بس عن ال Guillain-Barré syndrome. The Guillain-Barré syndrome عبارة عن neuropathy causing damage to the nerves. The clinical features of Guillain-Barré syndrome are very distinctive. Guillain-Barré causes acute symmetric ascending paralysis.
شو يعني؟ يعني disease happens acutely عادة after infection أو immunization أو أحيانا surgical procedure في certain event caused damage to the nerves and this happens in an acute fashion. The symptoms are mainly motor symptoms. مش معناها ما فيش sensory وما فيش autonomic فيه ولكن the main symptoms are motor symptoms. هاي الموتور بتبلش بالفيت وبتطلع طلوع ascending and it is symmetric الرجلتين مع بعض symmetric ascending paralysis. So these are motor symptoms occurring symmetrically وبتبدأ من الرجلين وبتطلع بتطلع تطلع لحديت بتوصل أحيانا الديافرام إذا وصلت الديافرام تعمل paralysis للديافرام هون خطورة الجيليان-باري سيندروم إذا الجيليان-باري سيندروم وصلت الascending paralysis to the diaphragm رح يصير في عندنا problem in respiration and these patients need help with respiration or they will die. This is an acute illness زي ما قلنا. عادة المرضى they can recover. الخطورة الوحيدة إنه بالparalysis تبعت الديافرام فعشان هيك they need respiratory support. So these are the clinical features of Guillain-Barré. أسبابه it's an autoimmune illness. بصير في immune destruction to a nerve بسبب أو after infections غالباً. الكامبيلوباكتر جيجيناي واحدة من الـ very important infections that can cause Guillain-Barré. Certain viruses, Epstein-Barr virus. And recently COVID-19 is considered as a risk factor for developing Guillain-Barré. ببلشوا بCOVID-19 بعدين ممكن يصير عندهم Guillain-Barré syndrome. So it's an immune destruction to the nerves following usually infections بس ممكن كمان after immunization أو ممكن after surgical procedures. So they can occur after infections, after immunization. But investigations, إذا أخذنا منهم CSF, we'll find certain findings in their sent in the CSF اللي هو cerebrospinal fluid بنحط نيدل بال باللمبر سباين بنسميه لمبر بانكتشر وبناخد CSF وبنفحصه عشان نشوف ايش بنلاقي فيه فشو بنلاقي عندهم هدول المرضى في عندهم increased proteins in the CSF and low white blood cell count هذا احنا بنشوفه بمرضى Guillain-Barré syndrome. Okay, so what's the outcome of this disease? مريض بلش بimmunization أو بinfection بعدين صار عنده acute symmetric ascending paralysis. حتى لو وصلت الموضوع للديافرام دخلنا مستشفى وعملنا له support. إيش outcome؟ كونه إحنا بنحكي عن demyelination معناها في المشكلة بالشوان سيلز and this they can regenerate وكونهم they can regenerate this disease can resolve most of the patients their symptoms improve within 2 to 4 weeks so the outcome of this disease in general is good طبعا with medical management with the respiratory support احنا they might die from the respiratory problem ولكن many of them the majority of them they survive and they have a good outcome things resolve within 2 to 4 weeks related للGuillain-Barré اسمه chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy من اسمه chronic so it's a chronic illness مش acute فبيختلف عن الGuillain-Barré syndrome بانه it's a chronic illness It's demyelinating. ففي عنا a problem بالمايلين. And it's a polyneuropathy. شو معنى polyneuropathy؟ يعني more than one nerve affected. فما فيش السيمتري والascending اللي موجودين في الجيليان-باري. So this is chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy عبارة عن disease.
affecting multiple nerves. It's a chronic illness. معناها مش resolution رح يصير بسرعة إنه within 2 to 4 weeks بتحسنوا. لا, it's a chronic illness. And it's inflammatory in nature. Usually, عشان نسميه chronic illness, it takes 2 months or more. بتضلها symptoms عند المريض أكثر من 2 months. This disease is occurs with other. It's associated with other autoimmune illnesses, and there is association with HIV infection. فهي هاي أهم ال features of chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. إذن هو بتشابه مع الجيليان بري بإنه نيوروباثي, بإنه demyelinating, بإنه له علاقة شوي بالinfections لأنه له علاقة بالHIV, ولكن بيختلف بإنه it's a chronic illness, it takes more than 2 months, and it is associated with other autoimmune diseases. Okay, that's it for now. هلا روح شوفوا الفيديو تبع الديابيتك نيوروباثي.